انا كنت بعمل الحواوشي بالطريقة العادية لحد ما عرفت الطريقة دي، انبهرت بالطريقة وكمان بالطعم الجميل بتاع الحواوشي. وسر طعم الحواوشي الجميل ده في تريكتين هتعمليهم وانت بتحضري اللحمة بتاعت الحواوشي. التركتين دول هيخلي طعمه زي طعم حواوشي الشارع وحواوشي المطاعم، ويمكن كمان احلى بكتير. هنعمل حواوشي 3 انواع: حواوشي عادي خالص محشي لحمة، وكمان حواوشي بالموتزاريلا، وكمان هعرفكوا ازاي تعملوا حواوشي بالسجق بدون ما تشتروا سجق من بره. سندوتش الحواوشي ده بيتباع في المطاعم ب50 جنيه. اول حاجة سر الحواوشي في التوابل بتاعته، وخلطة التوابل دي نفس خلطة توابل كنور بتاعة الحواوشي. المقادير بتاعة التوابل لنص كيلو لحمة: هنجيب طبق فاضي وهنحط فيه نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الزعتر، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ونص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر، وربع معلقة صغيرة من الهيل المطحون أو الحبهان المطحون، وربع معلقة صغيرة من الشطة، وربع معلقة صغيرة من ورق اللوري المطحون، وربع معلقة صغيرة من القرنفل المطحون. والقرنفل ممكن نحطه وممكن لا، اختياري. ومعلقتين صغيرين من البهارات السبعة، ومعلقتين صغيرين من الملح. وطبعا الملح ده حسب الرغبة، في ناس بتحب الملح الزيادة وفي ناس بتحب الملح القليل. ودي كده بهارات الحواوشي او خلطة كلور بتاعة بهارات الحواوشي. هنخلط المكونات دي مع بعض، هنقلبهم كويس مع بعض ونركنهم على جنب لحد ما نحتاجهم. بعد كده هنجيب الكبة، معانا 50 جرام دهن و50 جرام لية خروف. هنفرمهم في الكبة كويس جدا، وممكن نستخدم لية بس وممكن كمان نستخدم دهن بس. بعد كده هنجهز صاج الفرن. هنجيب الصاج ونحط فيه شوية زيت صغيرين وندهنه بالفرشة كده، وهنجيب الدهن اللي فرمناه. اوقات بيكون في الدهن قطع لحمة ما بتتفرمش معاه، هنحط قطعة اللحمة كده في الصاج، وكمان هناخد شوية من الدهن ده حوالي معلقة كده ونحطها كده في الصاج، بتدي للحواوشي طعم جميل جدا. وخلي بالكو ان التكات اللي بنعملها دي هي اللي بتخلي الحواوشي زي حواوشي الشارع بالظبط. كده خلاص جهزنا الصاج. هنجيب حلة ونحط فيها باقي الدهن اللي فرمناه في الكبة، وهنركنها على جنب دلوقتي. دلوقتي هنفرم باقي المكونات في الكبة. هنحتاج قرنين من الفلفل، ده فلفل كان عندي في الفريزر، ممكن يكون فلفل الوان زي كده وممكن فلفل اخضر، بس اهم حاجة يكونوا حبيتين من الفلفل. وكمان قرنين من الفلفل الحامي، ممكن واحد بس وممكن تستغنوا عنه لو ما بتحبوش الحاجة حراقة. برضو هنقطعه ونحطه في الكبة، وطماطماية كبيرة زي كده هنقطعها برضو ونحطها في الكبة. وهناخد المكونات دي نفرمهم مع بعض، والفرم مش لازم يكون ناعم، الفرم بيكون خشن بيدي طعم جميل للحواوشي. بعد كده هنصفي الفلفل والطماطم، هنحط المية بتاعته على الدهن في الحلة. لازم نصفيه من المية كويس جدا عشان اللحمة ما يكونش فيها اي سوائل. وهناخدهم بعد ما نصفيهم نحطهم على اللحمة، ده نص كيلو لحمة مفرومة. بعد كده هنقطع البصل ونفرمه هو كمان، ده كيلو من البصل انا مقشراه وحطاه في مية، المية ما بتخليش عينينا توجعنا واحنا بنقطع البصل.
هنفرم البصل بس هنفرمه فرم خشن مش ناعم. طعم الحواوشي بيكون جميل جدا اما طعم البصل بيكون ظاهر في اللحمة. بعد ما نفرم البصل هنحط نصه على اللحمة ونصه في الحلة اللي فيها الدهن المفروم مع المية بتاعة الفلفل والطماطم. ودي تكاية تانية هي سر طعم حواوشي الشارع. التكاية دي بتخلي الحواوشي طعمه جميل جدا ومميز واحلى كمان من بتاع الشارع. بناخد الحلة دي ونحطها على النار، نقلب البصل لحد ما يتكرمل والمية اللي فيه او السوائل اللي فيه دي تنشف تماما. لازم المية دي تنشف تماما. اول ما المية تنشف بالشكل ده بنشيل البصل من على النار ونحطه مباشرة على اللحمة. اضافة البصل نصه ني ونصه مستوي هيفرق كتير جدا في طعم الحواوشي، هيخليه طعمه جميل جدا. بعد كده هنضيف خلطة التوابل اللي عملناها مع بعض، هنضيفها على اللحمة والبصل كده. هي طبعا الخلطة دي سخنة جدا دلوقتي، في الاول بنقلبها بالمعلقة، بعد كده بنلبس جوانتي ونقلبها بايدينا. لازم تتقلب كويس جدا وكل المكونات تختلط مع بعضها كويس جدا. بعد كده نجيب العيش ونبدأ نحشيه باللحمة. انا بستخدم المعلقة السيليكون دي، بتفرد الحواوشي في العيش كويس جدا. نحط كده شوية حلوين ونفردهم في العيش بالشكل ده، وده كده حواوشي اللحمة السادة بدون اي اضافات. بعد كده بندهن رغيف العيش ده بالزيت، هنجيب فرشة وندهن العيش كده من فوق بالزيت وبرضو من ظهر الرغيف بالزيت. لازم رغيف العيش يدهن كويس جدا بالزيت عشان ما يتحرقش وهو في الفرن. بعد كده هناخد رغيف العيش ده ونحطه في الصاج. دلوقتي هنعمل الحواوشي اللي هو بالموتزاريلا، برضو هناخد شوية لحمة ونفردها برضو في العيش بنفس الطريقة، وهنجيب جبنة موتزاريلا وممكن كمان جبنة رومي ونفردها كده على اللحمة جوه الرغيف، ونضيف عليه فلفل ألوان وكمان شرايح زيتون مخلل. وده كده حواوشي الموتزاريلا، وبرضو هندهن رغيف العيش بالزيت من فوق ومن تحت ونحطه برضو في الصاج. دلوقتي هنعمل حواوشي السجق. هنعمله بدون ما نحتاج سجق او بدون ما نشتري سجق، بنفس خلطة اللحمة. هناخد جزء منها ونضيف عليها معلقة صغيرة من بهارات السجق، وبهارات السجق دي بنشتريها جاهزة من عند العطار، ونقلب بهارات السجق مع خلطة اللحمة دي ونحشي بيها العيش عادي خالص. يعني هنعمل حواوشي سجق بدون ما نشتري سجق بنفس خلطة اللحمة، وبرضو ندهن العيش بالزيت ونرصه في الصاج. هنكون مسخنين الفرن، لازم الفرن يكون سخن من ربع ساعة، وندخله في الرف اللي تحت خالص القريب من النار، وأول ما يحمر من تحت نقلبه على الجهة التانية عشان تحمر هي كمان. والحواوشي ما بياخدش أي وقت خالص في السوى، مجرد ما العيش بيحمر فقط هو كده استوى. شايفين شكل الحواوشي بعد ما طلع من الفرن؟ ده حواوشي اللحمة، الريحة بتاعته والطعم حلوين جدا واصلين لآخر الشارع. وده حواوشي الموتزاريلا. لو عاوزين تقطعوه بسهولة قطعوه بمخرطة الملوخية بالشكل ده. وانتوا بتعملوا الحواوشي المرة الجاية جربوه بالتركات اللي قلتلكوا عليها، هيفرق معاكوا جدا في طعم الحواوشي، احلى كتير من حواوشي الشارع وحواوشي افخم المطاعم. وبالهنا والشفا، وكل عام وانتم بخير.